السلام عليكم المحبين ديالنا والمشتركين ديالنا في قناة عقارات بلادي، واللي مازال ما اشتركش معنا تشترك معنا في هذه القناة اللي كتختص في البيع والشراء الأراضي والفيرمات باش توصل معنا ديما بالجديد ديالنا، والجديد كاين إن شاء الله. والأصدقاء اللي تواصلوا معنا عبر الهاتف وجاو عندنا وشافوا هذاك الشيء اللي عندنا والعقارات اللي عندنا، ما تنساوش تفاعلوا معنا بواحد التعليق وأيقونة ميرسي أو شكرا، ما تنسوش تفاعلوا معنا. مرحبا بكم كاملين. اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو، الناس اللي باغين يشتريوا شي أرض ولا خاصة شي أرض ولا فيرما كما كانت المساحة ديالها، وحنا عندنا أراضي كاينين في هاد الأقاليم اللي غادي نقول لكم دابا، تواصلوا معنا في الأرقام اللي غيكونوا في الوصف في العنوان ويكون الخير إن شاء الله. حنا كاينين عندنا الأراضي، كاين في اقليم سطات، ومني كنقول اقليم سطات راه كاين اولاد سعيد، جهه اولاد سعيد، كاين طريق مراكش، كاين حتى لعند الدكاله من اولاد سعيد شاده تلعب الدكاله وغاده شاده تقربت البرشي، هذه كامله كتسمى اولاد سعيد. راه فيها اولاد مومن، فيها قدانه، فيها خميسات الشاويه، فيها الخميس، كاين بزاف تما هذه المناطق كامله راه عندنا فيها اراضي. وكاين عندنا تاني في اقليم برشيد من الجهه ديال الولاد عبو، رشاد حتى ثلاث الغنيميين، حتى العلاليش، الباشات، حتى البير جديد، هادو كاملين هاد المناطق عندنا فيهم اراضي وفيهم فيرمات ومساحات متنوعه. يعني اي مساحه بغيتيها غادي تتواصل معنا وتعطينا المساحه اللي باغي والموقع اللي باغي، وحنا غادي نعطيوك هذاك الشيء اللي عندنا وتجي عندنا وتشوف ان شاء الله الشيء غنوريوك، واللي عجباتك راه مرحبا. كما قلت لكم اللي خاصاتو شي ارض ولا شي فيرما في هاد الاقاليم اللي قلت لكم يجي عندنا مرحبا به، نتواصلوا معاه ونوريو هذاك الشيء اللي كاين ويكون الخير ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي عندهم شي ارض ولا شي فيرما في هاد المواقع اللي قلت لكم دابا وباغي بيعها، حتى هو ممكن يتواصل معنا على هذا الرقم ويعطينا المعلومات اللي عنده ونمشيو عنده نصوروها، نصوروا هاد العقار ونحطوه في القناه ونبيعوا لي ان شاء الله ويكون غير الخير. مرحبا بكم كاملين، اللي عجبو هذا الموضوع ولا الفكره اللي عطيته ما تنساوش التعليق ولايك، والدعم ديالكم راه هو المهم وهو اللي كيهمنا وهو اللي كيرفع من القناه، وحنا ديولكم وانتم ديولنا ومرحبا بكم عندنا، وما يكون غير الخير ان شاء الله. عندنا حسن المعامله والتواصل، عندنا الارقام الهاتف راه كاينه كنحطوها لكم، تواصلوا معنا واستشروا معنا في اي حاجه بغيتوها، راه مرحبا بكم كاملين. وشكرا لكم على المتابعه.